بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 66 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من إحدى أخواتنا المستمعات، آثرت في رسالتها عدم ذكر اسمها، إنما تسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها تقول: معي ذهب يبلغ النصاب، وهذا الذهب ألبسه للزينة، وأيضا عندما نحتاج لمال نبيع من هذا الذهب، وسمعت أنه عندما يبلغ الذهب النصاب يجب إخراج الزكاة، فهل الذهب الذي معي أخرج عليه زكاة أم بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه وبعد. فالذهب الذي تتخذه المرأة حليا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما أعد للكنية والحاجة أو للتجارة لطلب الربح بثمنه، فهذا يزكى إذا حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمه مع مال آخر تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، لأنه مال يعد للنماء والزيادة وطلب الربح فتجب فيه الزكاة. النوع الثاني الحلي الذي يعد للاستعمال واللبس، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال كالثياب، يعني يصبح كالثياب والمساكن وسائر المستعملات. والقول الثاني أن فيه الزكاة أخذا بعمومات وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وعلى كل حال، من كان عندها المقدرة على تزكيته كل سنة فهو أبرأ لذمتها وأحوط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثارت أيضا قضية شخصية على، وهي كونها تبيع من هذا الذهب عند وقت الحاجة، ربما يكون لكم تعليق على هذه النقطة. هذا ربما يرجع إلى القسم الأول وهو المعد للحاجة ولم يعد للاستعمال واللباس، فإذا كان الذهب معدا للحاجة فهو مال زكوة تجب فيه الزكاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في قضية أخرى: كنت مريضة وأنا صغيرة، ونذرت أمي أن تصوم 3 أيام من كل شهر، والآن كبرت أمي في السن ولا تستطيع الصيام، فهل أصوم بدلا عنها أو يكفي ما صامت، أو أن هذا نذر له كفارة؟ جزاكم الله خيرا. هذا النذر يلزم مع القدرة، إذا كان ما دامت تقدر على الصيام فإنها تصوم وفاء بالنذر، أما إذا بلغت سنا عجزت فيه عن الصيام أو مرضت مرضا مزمنا لا تستطيع معه الصيام، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نذر على الإنسان فيما لا يملك، فهي أصبحت لا تملك تنفيذ هذا الصيام، أليس عليها شيء والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية أخرى: أختي تصلي وزوجها غير مواظب على الصلاة، ويقول إن العمل عليه كثير، ومعها الآن أبطال صغار، وكان عند عقد النكاح وكيلها أخي وكان لا يصلي، فهل يعتبر عقد الزواج باطل لأن وكيلها كان لا يصلي، وأيضا زوجها اتضح أنه لا يصلي، وأبي وأمي قد توفيا ولا يوجد لها غير إخوتها المتزوجين، فهل تترك البيت أم ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذه قضية مهمة. فترك الصلاة، من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد شهادتين، وهي عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولكن قضية عقد النكاح وهو عقد قائم، هذا لابد من الرجوع فيه
به إلى المحكمة للنظر فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: أكرمنا الله بأداء فريضة الحج ورمينا الجمرات أول يوم الرمي قبل الغروب، وثاني يوم الرمي من شدة الزحام حوالي الساعة 11 أو الساعة 12 ليلا، وثالث يوم للرمي رمينا قبل صلاة الظهر بحوالي نصف ساعة أو ساعة تقريبا، فهل علينا دم؟ وإذا كان علينا فكيف نفعل إذا كان بيننا وبين المشاعر مسافة كبيرة ونحن بالجبيل في المنطقة الشرقية؟ هل ندفعها لإحدى الجهات المختصة في هذا الأمر أو بماذا توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. الرمي الذي رمي بالليل في ليلة 11 والثاني عشر لا بأس به، لأن وقت الرمي يمتد من زوال الشمس إلى المساء وإلى ما بعد الغروب على ما أكتابه كثير من العلماء في زماننا هذا لأجل الضرورة والحاجة والمشقة. أما الرمي الذي رمي قبل الظهر اليوم الأخير فإنه لا يجزي، لأنه رمي قبل الوقت، وبناء على هذا فإنه يكون عليه الفدية، وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، وإذا كان لا يستطيع مباشرة ذلك بنفسه فإنه يوكل من يذبحها عنه هناك ويوزعها على فقراء الحرم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مصر المستمع عبد البديع عثمان الأحمدي بعث يسأل ويقول: لقد اشتريت قطعة أرض في بلدي ووالدي كتبها باسمه، هل يجوز للإخوة البنات المتزوجين منذ فترة طويلة أن يرثوا في هذه الأرض، علما بأن ثمن الأرض من عملي خارج البلاد؟ نعم. يقول: لقد اشتريت قطعة أرض في بلدي ووالدي كتبها باسمه، هل يجوز للإخوة البنات المتزوجين منذ فترة طويلة أن يرثوا في هذه الأرض، علما أن ثمن الأرض من عملي خارج البلاد؟ هذه قضية فيها خصومة وفيها أطراف متنازعة يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية للنظر فيها. نعم. لي ابنة خال ولقد أرضعتها والدتي مع أخ الأصغر، هل يجوز لي أن أتزوجها أم لا؟ إذا كانت والدتك أرضعتك خمس رضعات في الحولين فإنها تكون أختا لك ولو كانت راضعة مع أخيك الأصغر، لأن المرأة إذا أرضعت طفلا خمس رضعات في الحولين صار هذا الطفل ابنا لها وابنا لزوجها الذي ينسب إليه اللبن، وجميع أولادهما إخوة لهذا المرتضع، من سبقه ومن كان معه أو بعده كلهم يكونون إخوة له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها مستمع يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 24 عاما، تعرضت لحادث عندما كان عمري في 13، ونتج عن هذا الحادث انزلاق في العمود الفقري وبعض الدكمات في الركبة والساقين، وأصبحت الآن شبه عاجز، وتوالت علي الأمراض والقرح في المعدة، يعني أنني أريد أن أقول إنني على طول الوقت متألم من كل هذه الأمراض لشدتها، وأعاني من ألم شديد في الساقين والركبة عندما أحاول الوضوء والصلاة، ولا أستطيع أصلي كما يصلي الناس، بماذا توجهونني وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تفعل ما تستطيع، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأنت تتولى حسب ما تستطيع وتصلي كذلك حسب الاستطاعة. فإذا كنت تستطيع الصلاة قائما يجب عليك أن تقوم في الفريضة، لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، وإن لم تستطع فصلي قاعدا، وإذا كنت تستطيع الركوع والسجود إنه يجب عليك ذلك، وإن كنت لا تستطيع الركوع والسجود على الوجه الأكمل فإنك تومئ بهما وتجعل سجودك أفضل من ركوعك. الحاصل أنك تصلي على حسب استطاعتك، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. يعني. جزاكم الله خيرا. هل يحق لي مع هذه الأمراض أن أطلب من الله الموت؟ لا يجوز لك أن تطلب من الله الموت، ولكن تسأل الله أن يختار لك الخيرة المباركة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا ود فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل شيخ صالح: ما رأيكم عندما يعيرني أهلي في مرضي ويقولون لي: أصبحت عاجزا ولا نفع منك؟ عليك بالصبر والاحتساب ولا تتأثر بما يقال عنك، لأن هذا ليس باختيارك، عليك بالصبر والاحتساب، وننصح
ينصح هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتركوا هذا الكلام السيء، لأن هذا يؤثر على هذا المصاب، ولأنه لا يؤمن أن يصيبهم وأن يبتليهم الله بمثل ما ابتلاه. نعم. يسألكم شيخ صالح يحفظكم الله، هل المرض عقاب من الله لحبه؟ الله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلا شك أن المصائب تكون بسبب المعاصي والمخالفات، ولكنها خير للمؤمن لأن الله يكفر بها خطاياه. نعم. جزاكم الله خيرا. لا أستطيع الصيام بسبب القروح في المعدة، فماذا علي؟ إذا كان الصيام يشق عليك مشقة غير متحملة بسبب القروح التي في المعدة فإنك لا تصوم، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن هذا مرض مزمن لا تستطيع معه الصيام. وإن كنت تستطيع في بعض الأوقات دون بعض فإنك تؤجل الصيام وتقضيه في الوقت الذي تستطيع فيه، وإن كنت لا تستطيع باستمرار فإن الإطعام يكفي عنك. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فتطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف الصاع أو كيلو نصف تقريبا عن كل يوم، سواء دفعت نصيب الأيام دفعة واحدة أو دفعتها مفرقة، وسواء أعطيتها لعدة مساكين أو لمسكين واحد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بحكم عجزه شيخ صالح قد لا يكون له كسب وقد لا يكون له مورد، هل من كلمة حول هذا الموضوع؟ على كل حال إذا كان لا يستطيع يطعم ينتظر، يكون دينا في ذمته، إن تيسر فإنه يدفعه ولو بعد حين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يصور حالته النفسية تصويرا دقيقا في آخر سؤال له شيخ صالح، وفي النهاية يرجو منكم التوجيه حتى يصبر على ما ابتلاه الله به يحفظكم الله. نعم. حالته النفسية فيما يبدو سيئة للغاية، وذلك حسب تصويره لها في سؤاله الأخير، وحينئذ يرجو منكم التوجيه حتى يصبر على ما ابتلاه الله به. المؤمن يصبر ويحتسب ولا يجزع ولا يتسخط لقضاء الله وقدره. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، فعليه بالصبر والاحتساب، وهذا مما يكفر الله به ذنوبه وخطاياه. والجزع لا يأتي بشيء، وإنما يزيد على المبتلى ألما وحسرة، وهو من الشيطان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات تقول: أم خالد من الرياض تسأل وتقول: امرأة أرادت العمرة وفي الطريق قبل الميقات أتاها العذر الشهري ولم تحرم، وذهبت إلى مكة مع رفقتها وجلست في السيارة حتى انتهوا من العمرة، ثم رجعوا إلى أهلهم وقد اعتمرت مرتين بعد ذلك، فهل عليها شيء وقد مضى فترة طويلة على ذلك؟ وعدم إتيانها بالعمرة في ذلك الوقت أن رفقتها لم ينتظروها بحكم أنهم مرتبطون بأعمال. جزاكم الله خيرا. ليس عليها شيء في ترك العمرة، لأن العمرة ليست واجبة، ولكن لو أحرمت وهي حائض فإن الحيض لا يمنع الإحرام، تحرم ولكنها تمتنع من الطواف والسعي حتى تطهر. وينبغي لرفقتها أن لا يضيقوا عليها وأن يعطوها فرصة لأداء العمرة، ما دامت سافرت وتكلفت مشقة السفر كان ينبغي لوليها أن يرفق بها وأن يعطيها فرصة لأداء العمرة. ولكن ما ذكرته من أنها تركت العمرة لا شيء عليها فيه، أن العمرة ليست بواجبة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر رسالة بعث بها المستمع علي السيد، يقول: أنا شاب في مقتبل العمر وأسأل جمعا من الأسئلة. أولا، ما حكم مسح اليد على الوجه بعد الدعاء؟ نسمع من البعض يقول إن هذا بدعة والبعض يقول من السنة، ثم أسأل: ما حكم رفع اليد بالدعاء بعد الأذان؟ جزاكم الله خيرا. مسح اليد بالوجه بعد الدعاء ورد فيها بعض أحاديث غير قوية في سندها، ولكن بعض العلماء يرى أنها بمجموعها تصرح للاحتجاج على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، والبعض الآخر من العلماء يرى أنها لا تصلح للاحتجاج فلا يشرع مسح الوجه باليدين. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع والحمد لله، إن مسح وجهه بيديه بعد الدعاء فذلك لا بأس به، وإن ترك فلا حرج عليه. وأما قضية رفع اليدين بعد
بعد الأذان فهذا غير مشروع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد أن من يسمع الأذان يتابع المؤذن ويقول مثل ما تقول في غير الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا فرغ المؤذن فإنه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، هذا هو المشروع بدون أن يرفع يديه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حكم الذي يصوم وهو تارك للصلاة، جزاكم الله خيرا. حكمه أنه لا يصح منه الصيام ولا أي عبادة حتى يؤدي الصلوات المفروضة، لأنها هي عمود الإسلام وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، فمن تركها فلا إسلام له ولا دين له ولا يصح منه أي عمل حتى يقيم الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تنصحون بقراءة القرآن الكريم سرا أو جهرا، ولا سيما إذا كان القارئ في مكان وحده؟ نعم، القارئ القرآن يخير بين السر والجهر حسب ما هو أنشط له وما هو أبلغ القراءة، ولا شك أن الجهر بالقراءة أفضل من السر، خصوصا إذا كان عنده من ينتفع بالجهر ويستمع للقرآن فإن نفعه يتعدى إلى غيره. أما إذا كان الجهر بالقرآن يترتب عليه مضرة بالآخرين، كان يشوش على من يصلي حوله أو يشوش على نائم حوله، فإنه يسر في هذه الحالة لئلا يؤذي من حوله. وبهذه المناسبة فإن كثيرا من الأئمة في هذا الزمان يرفعون القراءة بواسطة مكبرات الصوت خارج المسجد، يشوشون على من حولهم من المساجد ومن البيوت التي يصلي فيها النساء والمعذورون عن حضور صلاة الجماعة لمرض ونحوه، يشوشون عليهم صلواتهم وأذكارهم وتلاوتهم. فيجب على هؤلاء الأئمة أن يتقوا الله وأن يقصروا أصواتهم داخل المساجد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ فيها تفصيل، قراءة القرآن عن ظهر قلب تجوز بدون وضوء، وأما قراءة القرآن من المصحف ومس المصحف فإنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء. فإذا كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب فلا بأس، إن كان يقرأه من المصحف فإنه إذا مس المصحف لا يجوز، وإن قرأ من وراء حائل وتصفح المصحف وحمله من وراء حائل فلا بأس، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما من كان عليه جنابة فإنه لا يقرأ القرآن بحال، لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن فضل قيام الليل، جزاكم الله خيرا ووفقكم. قيام الليل فيه فضل عظيم، وهو أفضل أنواع التطوع المطلق، قال الله سبحانه وتعالى لنبيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين المتقين إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال سبحانه والمستغفرين بالأسحار، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. يقول الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. في هذه الآيات مدح لقيام الليل والمتهجدين الليل، ولأن الليل تنقطع فيه الشواغل وهو أدعى إلى التدبر وحضور القلب، ولأنه أبعد عن الرياء إلى غير ذلك من الأسرار في قيام الليل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السودان مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين أبو شنب، يقول ما حكم من أصبح مفطرا في أول يوم من رمضان لعدم معرفته بثبوت الهلال ولم ينوي الصيام لذلك العذر، فماذا يفعل؟ إذا بلغه الخبر في أثناء النهار فإنه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم الذي لم يصم أوله، يقضيه بعد رمضان. نعم. جزاكم الله خيرا
الأخيرة، ما حكم المرأة التي أفطرت رمضان لعذر النفاس ولم تتمكن من قضائه حتى رمضان المقبل، فماذا تفعل؟ يبقى القضاء في ذمتها إلى أن تستطيع ثم تقضيه، ولا شيء عليها غير القضاء ما دامت أنها أخرته لعذر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الدلال الذي يأخذ 10% من المشتري نظير هذه الدلالة؟ الدلالة جائزة لأنها في مقابل تعب، ولكن يأخذ ما جرت به العادة، يأخذ ما جرت به العادة في السوق وعند التجار، ولا يزيد على ما جرت به العادة إلا بإذن الموكل. إذا أذن له بأخذ ما زاد عن العادة فلا بأس، وإذا لم يأذن له فليس له إلا ما جرت به العادة. نعم. جزاكم الله خيرا. عرفوا لنا اللحية وما حكم تقصيرها؟ اللحية ما ينبت على الخدين وعلى الذقن، هذه هي اللحية كما جاء في القاموس وغيره، ما ينبت على الخدين وهو العوارض، والذقن الذي ينبت على مجموع اللحين أسفل الوجه، ولا يجوز تقصيرها، بل يجب تركها وإعفاؤها وإكرامها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى